حالة واحدة من مئات الحالات اللي تصير شهرياً في العراق. طفلة يتم اغتصابها وبعدين المغتصب حتى لا يسوي لها شيء يتزوجها، وطبعاً زواج سيد ما يلزم الرجل بأي شيء. يعني أني هسه طالبة جامعية ومرحلة ثالثة وباقي تقريباً سنة واتخرج، وأحس نفسي بعد كل شوية على تحمل المسؤولية والزواج أو حتى الارتباط. فما أدراك، طفلة عمرها 12 سنة مكانها بين الألعاب، مكانها تتفرج الكرتون، فما أعرف بيا دولة صايرة، ما أعرف يعني شحكي شنو ممكن أعلق عن الأب. إيقاف إجراء تصديق العقد تقريبا مدة أسبوع حتى أثبت للقاضي أنه أكو دعوة اغتصاب. الطفلة اغتصبت داخل منزل والدها، بعلم والدها ومرتبوها بغرفته.